في السيرك. في أحد الأيام وجدنا خياما تنصب ومنصات السيرك تقام في ساحة حينا العتيق، وأخذت حشود الصغار تتجمع حواليها. تنطبع الغبطة على وجوههم البريئة فيسرون لبعضهم وهم يتضاحكون، وكل أحاديثهم حول هذا الذي انتظروه طويلا وقد صار حقيقة ساطعة تراها أعينهم. لذلك خفقت أفئدتهم الصغيرة وخاصم النوم جفونهم لشوقهم الشديد إلى السيرك. وكنت أنا في طليعة من سر لقدومه، فقد كنت ممن يهوى ألعاب السيرك جميعها، كما كنت أحلم دوما أن أقدم فنون ألاعيبه، بل صرت أجمع زملائي في الفصل أو أقراني في الحي وأتحول أمامهم بقدرة قادر إلى ألعبان بارع، فيبدون إعجابهم بخفتي وبراعتي وتسليتي لهم بالكرات والأطواق المعدنية. بدأت معي هذه الهواية منذ صباي، إذ كان لها نفوذ غريب على قلبي وحواسي، ولذلك ما إن هل السيرك حتى تدبرت مبلغا بمساعدة من والدي وحجزت تذكرتي، ولجت باب السيرك مزهوا فاحتواني فضاؤه الرحب، وجلست في الصفوف الأمامية أصفق على العروض، وقد عاهدت نفسي ألا أبقى في وضع المتفرج، وأن تتاح لي فرصة المشاركة، خاصة وأن القائمين بالعروض غالبا ما يستعينون بأطفال في مثل سني للمشاركة في الألعاب المقدمة. وبالفعل ما إن اندمجت مع العروض حتى انتقاني مدير السيرك الذي لاحظ اهتمامي الشديد ومتابعة النشيطة لمختلف الوصلات، كما أن أبي حدثه عن هوايتي، أدخلني الكواليس ومنحني قولاً سودا وشجعني على الدخول إلى الحلبة وتقديم عرض مميز أمام المتفرجين. هيأت نفسي واندفعت نحو الحلبة غير وجل، ثم بخفة أخرجت من القلنسوة السوداء الفارغة يمامات ومناديل. جعلت الجمهور يهتف مسحورا، ولأضعف من دهشته ومتعته معا أخرجت شطيرة محشوة بالشواء من كم الأيمن، وجلست على أريكة من القطيفة. صببت لنفسي كأس شاي ساخن، وقعدت أزدرد الشطيرة وأرشف الشاي بصوت مسموع جعلت ضحكات الجمهور تتعالى وهو يتفرج غير مصدق ما يراه. احمر وجهي خجلا فقاومت ارتباكي ونهضت واقفا لأخرج من جيب سترتي كوبا وضعت عليه قطعة قماش غطته تماما، وبعد هنيهة أزحتها فبدأ الكوب مترعا بعصير فاكهة الأفوكادو وشرعت أنتشي بشربه. وإذا الصغار ينظرون إلي فاغر الأفواه من الدهشة يشرئبون نحوي بإعجاب. أعدمت جوانب منصة العرض وسلطت الأنوار علي وحدي، ولأظهر للمتفرجين ثقتي بنفسي هرشت رأسي قليلا، ثم فاجأت الجميع بأن خرجت حمامة ثم أرنبا بفرو كثيف ناعم ناصع البياض. ما لبث أن قفز بخفة إلى الأرض فاختبأ تحت الأريكة، ثم سرعان ما أخذ يتب هنا وهناك تحت وابل من التصفيق والهتاف والتشجيع. انحنيت احتراما ودلالة على انتهاء حصتي، فوقف الجمهور كبارا وصغارا يصفقون لي بحرارة، إلى أن سرت في جسم النحيل سعادة غامرة تحولت إلى دموع فرح بنجاحي في أول عرض لهواية المفضلة. ولما دخلت الكواليس شكرني مدير السيرك ووعدني بأن يشركني في العروض المقبلة، لكن بعد نهاية حصص المدرسية. عبرت للمدير عن شكري وعرفاني وانصرفت إلى البيت تغمرني سعادة لا توصف. في السيرك. في أحد الأيام وجدنا خياما تنصب ومنصات السيرك تقام في ساحة حينا العتيق، وأخذت حشود الصغار تتجمع حواليها. تنطبع الغبطة على وجوههم البريئة فيسرون لبعضهم وهم يتضاحكون، وكل أحاديثهم حول هذا الذي انتظروه طويلا وقد صار حقيقة ساطعة تراها أعينهم. لذلك خفقت أفئدتهم الصغيرة وخاصم النوم جفونهم لشوقهم الشديد إلى السيرك. وكنت أنا في طليعة من سر لقدومه، فقد كنت ممن يهوى ألعاب السيرك جميعها، كما كنت أحلم دوما أن أقدم فنون ألاعيبه، بل صرت أجمع زملائي في الفصل أو أقراني في الحي وأتحول أمامهم بقدرة قادر إلى ألعبان بارع، فيبدون إعجابهم بخفتي وبراعتي وتسليتي لهم بالكرات والأطواق المعدنية. بدأت معي هذه الهواية منذ صباي، إذ كان لها نفوذ غريب على قلبي وحواسي، ولذلك ما إن هل السيرك حتى تدبرت مبلغا بمساعدة من والدي وحجزت تذكرتي، ولجت باب السيرك مزهوا فاحتواني فضاؤه الرحب، وجلست في الصفوف الأمامية أصفق على العروض، وقد عاهدت نفسي ألا أبقى في وضع المتفرج،
وأن تتاح لي فرصة المشاركة، خاصة وأن القائمين بالعروض غالبا ما يستعينون بأطفال في مثل سني للمشاركة في الألعاب المقدمة. وبالفعل ما إن اندمجت مع العروض حتى انتقاني مدير السيرك الذي لاحظ اهتمامي الشديد ومتابعة النشيطة لمختلف الوصلات، كما أن أبي حدثه عن هوايتي، أدخلني الكواليس ومنحني قولون سودا وشجعني على الدخول إلى الحلبة وتقديم عرض مميز أمام المتفرجين. هيأت نفسي واندفعت نحو الحلبة غير وجل، ثم بخفة أخرجت من القلنسوة السوداء الفارغة يمامات ومناديل. جعلت الجمهور يهتف مسحورا، ولأضعف من دهشته ومتعته معا أخرجت شطيرة محشوة بالشواء من كم الأيمن وجلست على أريكة من القطيفة. صببت لنفسي كأس شاي ساخن وقعدت أزدرد الشطيرة وأرشف الشاي بصوت مسموع، جعلت ضحكات الجمهور تتعالى وهو يتفرج غير مصدق ما يراه. احمر وجهي خجلا فقاومت ارتباكي ونهضت واقفا لأخرج من جيب سترتي كوبا وضعت عليه قطعة قماش غطته تماما، وبعد هنيهة أزحتها فبدأ الكوب مترعا بعصير فاكهة الأفوكادو وشرعت أنتشي بشربه. وإذا الصغار ينظرون إلي فاغر الأفواه من الدهشة يشرئبون نحوي بإعجاب. أعدمت جوانب منصة العرض وسلطت الأنوار علي وحدي، ولأظهر للمتفرجين ثقتي بنفسي هرشت رأسي قليلا، ثم فاجأت الجميع بأن خرجت حمامة ثم أرنبا بفرو كثيف ناعم ناصع البياض. ما لبث أن قفز بخفة إلى الأرض فاختبأ تحت الأريكة، ثم سرعان ما أخذ يتب هنا وهناك تحت وابل من التصفيق والهتاف والتشجيع. انحنيت احتراما ودلالة على انتهاء حصتي، فوقف الجمهور كبارا وصغارا يصفقون لي بحرارة، إلى أن سرت في جسم النحيل سعادة غامرة تحولت إلى دموع فرح بنجاحي في أول عرض لهواية المفضلة. ولما دخلت الكواليس شكرني مدير السيرك ووعدني بأن يشركني في العروض المقبلة، لكن بعد نهاية حصصي المدرسية. عبرت للمدير عن شكري وعرفاني وانصرفت إلى البيت تغمرني سعادة لا توصف.